هذا الهجوم أعاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تجديد دعواته لحلفاء بلاده من أجل مد كييف بمزيد من الأسلحة. وقال زيلينسكي إنه يحتاج من شركائه إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من أجل تعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا، مضيفا أن تعزيز أنظمة الدفاع الجوي بصواريخ من شأنها أن تحمي أرواح الشعب الأوكراني. على مدار عامين من الحرب على أوكرانيا، مد الشركاء والحلفاء كييف بالأسلحة، وقفت أمام التقدم الروسي شرق البلاد ومنحتها التفوق دفاعيا. نقترب أكثر من المساعدات الغربية العسكرية المقدمة لأوكرانيا في هذا التقرير. أسلحة موجهة ودقيقة من المدفعية إلى الصواريخ، مرورا بالأسلحة قصيرة ومتوسطة المدى حصلت عليها أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة والناتو وحلفاء دوليين آخرين، ساعدتها على الصمود بالحرب وعلى تحدي الروس على الصعيد الاستراتيجي. من بين الأسلحة التي غيرت معادلة الحرب الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة على الكتف وطائرات بدون طيار وراجمات صواريخ ذاتية الحركة، وهي أنظمة غيرت قواعد اللعبة. الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي زودت أوكرانيا في البداية بنحو 300 دبابة من طراز T-72 إضافة إلى قطع المدفعية وكثير من الذخيرة لهذه الأسلحة السوفيتية. كما أرسلت الولايات المتحدة المئات من صواريخ ستينجر للدفاع الجوي وما يقارب 2000 صاروخ من طراز جافلين المضاد للدروع، الذي استحوذ على الاهتمام بسبب قدرته على إيقاف المدرعات بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. في حلول يونيو 2022 وصلت أوكرانيا الدفعة الأولى من راجمات هامرز الصاروخية الأمريكية، وتكمن أهمية هذه المنظومة في المدى الطويل الذي يصل إلى 80 كيلومتراً، وبالتالي يمكن أن تصل إلى عمق الأراضي الروسية. والسبب الثاني أنها تصيب أهدافها بدقة لأنها توجه بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي GPS. ومع بداية عام 2023 أعلن البيت الأبيض دخول دبابات القتال الرئيسية M1 أبرامز التي تستخدم في الهجوم المضاد الذي تشنه كييف من يونيو العام الماضي لأول مرة إلى قائمة المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا. وقع وزير الدفاع الأوكراني على خطط لتنفيذ البرنامج الوطني السنوي المعدل للتعاون مع الناتو لعام 2024 حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية. وقد حددت الوزارة 50 خطوة لتحقيق 17 هدفاً في خطتها لغرض إصلاح قطاع الأمن والدفاع. كما تتضمن الخطة إنشاء مركز مشترك بين الناتو وأوكرانيا للتحليل والتدريب والتعليم وتطوير الوثائق الوطنية بناء على معايير ناتو واستكمال تحويل نظام القيادة والسيطرة الأوكراني وفقا لمبادئ الحلف. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس الفرنسي لم يخطئ في الحديث عن إمكانية إرسال الناتو قوات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات موجودة بالفعل هناك بشكل غير رسمي وتقدم الدعم العسكري المستمر للجيش الأوكراني. واستشهد وزير الخارجية الروسي على ذلك باستخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى، وقال أن كييف لا تستطيع فعل ذلك دون دعم الناتو.